معظم الحلقات شاهدتها. ايه رأيك في البرنامج؟ يعني هو برنامج كويس، بس المشكلة ان هو اوقات بيجيب ناس ما ممكن يكون عندها مشاكل وكده، ما بيراعيش المشكلة دي. قشطة، بتفرج عليه، بس هو بيجي في وقت الفطار، فاحسن حاجة في وقت الفطار هو. بس مش عارف، هو حلو، بضحك ساعات وما بضحكش ساعات، وبحس ان هو تافه ساعات ومش تافه ساعات، بس قشطه يعني عادي. لا يعني مش متابعه، بس ممكن اتفرج عليه وانا قاعد مع اصحابي مثلا بنفطر كده، بنلاقيه شغال، بس مش متابعه يعني. ايه رايك؟ لا، برنامج سخيف، اللي هو اجزاء من برنامج رامز اللي هي بتاع طول السنه، هي برنامج سخيفه. برنامج السنه دي ضد حقوق الانسان بشكل عام، خاصه في الاغنيه بتاعته اللي هو بيتريق على اللي بيتحرقوا بالنار. فانا شايف هو برنامج سخيف بالدرجه الاولى يعني، وبرنامج المفروض يتوقف يعني. يعني كنت في اول رمضان بتفرج عليه وبعد كده بطلت يعني. ليه بقى؟ بص، هو رامز دمه خفيف وكده، بس هو كان السنين اللي فاتت كان بيحاول يعني بيغير من البرنامج بتاعه، وكان ظريف، لكن لما نمشي على حاجه واحده بقى واسطمبه واحده ونتكرر كل سنه، الموضوع بيبقى مش ظريف في الاخر، فالناس ممكن تزهق وتقلب القناه. والله هو برنامج غلس عن رأيي يعني، ممكن يكون ناس تانية بتحبه، لأن ده أولا بيصرف كتير قوي، إنتاجه كتير جدا يفوق ما يتخيله العقل يعني. يعني الطيارات هليكوبتر ونار ومفرقعات وبتاع عشان يخد حد يعني، ما هو أكيد هو رامز ده مش هيرجع لما حد يموت بالسكتة القلبية، إنما هو ساعتها بقى البرنامج هتوقف. بتسخر بعقول الناس، ده غير انها بتقلل من كرامه الناس اللي هي بتجيبها. في ناس كتير انا شايفه ان دول ما ينفعوش انهم يجوا، وشايفه ان الموقف اللي هم خدوه ما كانش كويس ان هم يسيبوا حقهم. انا شايفه ان ده مش موقف حلو ليهم يعني. مبتدا.com